لك لا تخافي لا تخافي. لك أرجونا ما رح تصلحي حالك كفية نروح البيت. ما بدك تطلعي؟ طيب شوفي هون في ضفدع ميتة مثل ما شفتوا يا جايز بالفيديو الماضي سجلت غزونة بالروضة وحبيت اخدها للبحر قبل ما تدخل للروضة. شو رأيك؟ لك عن جد رح اخذك للبحر. هو مو بحر بس مثل البحر، فيه موج وفيه كل شيء. هي بحيرة اوكي، لانه نحن ما في عنا بحر، بعيد علينا كتير البحر، فنحن نحكي له بحر. يا الله يا ماما انا كتير متحمسة، يلا يلا نلح نستهل اقلاب البحر. في عنا دواليب، واحد الك واحد ليمان، بس ناقصنا كم شغلة ونشتري اكلات البحر. ايه يا ماما ما لقيت هدول الحط احطهم هون سماء غلا. ما لقيتي منهم اللي بتحطهم بايدك؟ شو رايك ناخذ وحده من هاي ليمان؟ بس كانه كبيره على عمره. كبيره، شوفوا مكتوب من 3 سنين لست سنين، ويمان صار كل عمره سنه وثلاث شهور. يمان عمره هيك عمره سنه، يعني يعني هاي ما بتصير ليمان، كثير كبيره. في هذا الدولاب كثير حلو ماما. بس كمان ما بيصير ليمان كبير، مكتوب كمان من 3 لـ6 سنين. لغزولة شو رأيك بهاي للبحر؟ واو كثير حلوة. هاي بتعبي فيها رمل؟ بتلعبي بالرمل؟ ايه صح، هون كمان بتعبي فيها رمل. كيف عجبتك؟ ايه رح اخذها. اوكي ماما كمان ناخذ ليمان. كمان ناخذ له لعبة ليمان؟ ايه اوكي يلا طلعي له لعبة للبحر. شو هدول بيصيروا؟ لا هدول مو للبحر. شو رأيك بهاي؟ ترى كتير حلوة وصغيرة، ناخذ له اياها؟ لك يا مونة شو رأيك؟ ناخذ لك هاي تلعب فيها بالرمل بالبحر؟ عجبتك؟ يا عمري والله عجبته، رح ناخذ له اياها هاي كمان ليمان. روح على البو امشي بيها. عن جد؟ صح ليمان كتير بحب السيارات. ما في هون طابة غزولة؟ ناخذ كمان طابة معنا للبحر. لا هدول ما بيصيروا، بدنا طابات هيك بكونوا خفيفين للمي. ماما هون ما في طابات، خلينا ناخذ اكلات ونلعن نشوف طابه المكان. اوكي يلا امشي نروح نشتري الاكلات ونشوف طابه من برا، لانه هون ما لقينا طابه. في طابات من هدول بس هدول ما بيصيروا للبحر. السله نحط بيها اغلاط. اوكي عزوله شطوره، يلا خدي من ايدي حطيهم بالسله. أول شي رح ناخذ من هدول الأصابع اللي بحبهم يمان مشان نتسلى فيهم على الطريق. ماما بدي هذا بسكر من شالله ولا بحبه كثير. أوكي خديه. شو بدك كمان؟ شو رأيك ناخذ مشروبات كمان؟ إيه أوكي يلا تعالي. ماما شو رأيك آخذ آيس كريم البحر؟ ماما الآيس كريم بين هون نوصل البحر إلا بكونه دايب، ما فينا ناخذ آيس كريم للبحر. رح ناخذ من هذا العصير الصغير، كل واحد هيك بياخذ واحدة وبيشربها. شو ضل بدنا كمان؟ رح ناخذ بسكوتات وكيكات. رح ناخذ شيبس كمان؟ اوكي، رح ناخذ شيبس كمان. ماما بلا بلا ناخذ كيك بدوبو؟ اي والله صحي، يلا تعال ناخذ غير شيء بدال الكيك. شو غيرتي رأيك أخذتي كيك؟ رح آكله هون ما بالبحر. آه رح تاكليه هون قبل ما تروح البحر؟ أوكي. وهاي وصلنا قسم الشيبس. شو بدك تاخدي؟ بشو أخذتي الشيبس؟ آه أخذتي هذا البطاطا بالجبنة وبالبصل. بتحبيه؟ أكيد؟ أوكي. وهي خلصنا مشترياتنا للبحر، بس تم علينا نروح نضب الشنتاي ونطلع للبحر. يلا هاتي نروح الحاسب ونروح البيت. وهلق صار وقت ضب الشناتي، عم ضب اغراض البحر. هذا الدولاب ايمان وهذا الدولاب وهذا دولابي. واو شو حلوين. طيب ليش انت اخترتي الدولاب الازرق؟ لانه هون اللون شفاف. لانه شفاف وغزل كثير بتحب لون الازرق. حتى شحاطة يمان عشان نمشيه على البحر. رح ناخذ شحاطة يمان عشان نمشيه على البحر. وهيك بكون ضبينا الشنتاي وخلصنا ورايحين للسيارة. أنا سلت هاي لعبتي بإيدي. وهي طلعنا بالسيارة ورايحين للبحر، بس أول شي لازم نقرأ دعاء الصفات. حافظتي يا غزولة؟ لا. ماك حافظتي؟ يلا نقرأ سوا. سبحان
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لك يا عمري يا أموري، شكرا. أول طريق مع سام، بس كتير فرحان ومتحمس. وانت يا غزولة كيف متحمسة؟ هاي وصلنا هون البحر، هذا البحر اللي بدنا نجي عليه نصبح. بس يا منى وغزوله نايمين، راح عليهم البحر ما شافوا. بس حميده فايق وشاف البحر. ماما قدرنا البحر لما فجيتيني جاي. ليك فيقتك وانت ما رضيتي تفيقي. يلا رايحين رايحين شوي، رايحين على البحر. اوكي ما تزعلي، بس ما ترجعي تنامي. بس يا منى لساته نايم. عمري تعب كثير على الطريق. لكي نحن ماشيين بالطريق شو شفنا هون؟ دجاجة. شفتيها يا غزولة؟ أنا راحت ما شفتيها، بس أحمد شافها. وهي وصلنا البحر ونازلين. لك هاي غزولة وأبو خالها عم دوروا على الوردات مشان ينفخوا عليهم. وش حلا كتير حلوين. ايوه وهذا كمان أورهان الحلو اجى يدور معنا على وردة وينفخها. غزولة هاي وصلنا البحر، هذا البحر اللي بدك تسبحي فيه. والله لكن هذا ما هو كوها. عم بعمل فيكي مقلب، عم بمزح عنك. ما هذا البحر سبعيد صاير لجوا هناك البحر، هذاك البحر اللي بدنا نسبح فيه. بس عن جد الجو واو كتير حلو ما شاء الله. لك هاي غزولة عم تمشي يا مونة، بس ما انها جايبت له الشحاطة. لك ليه ما جبت له الشحاطة من السيارة؟ سينا ما نجيب له الشحاطة. شوفوا المنظر واو عن جد كتير حلو ما شاء الله. هذا هو البحر. الاولاد مفكرين هلق ليروحوا على البحر ويسبحوا. اليوم ما رح نروح نسبحها؟ لا ما في اليوم، صار المساء. شوفوا اليوم بس جينا نفرجيكم هاي البحيرة ونروح، وان شاء الله بكرة بنرجع نجي على المسبح. اوكي اوكي ما اختلفنا. شوفي صار المساء صار برد، ما فيكم تسبحوا. لا والله ما فيكم. اليوم نروح على بيت خالتي على الضيعة، وبكرة ان شاء الله بنرجع على البحر. اوكي وهي وصلنا الضيعة عند بيت خالة. واو شو حلوة. لك تعي تعي نتفرج عليها شوي قبل ما نفوت على البيت. خلي هون يا الله شو حلوة. شفنا البقر. ماما انا درست بقر. عن جد شفتي بقر وانت جاية؟ ايه صح، لانه هون الضيعة فيها بقر فيها كل شيء. وانت كمان شفت البقرة؟ ويا صباح الخير، نحن اليوم باليوم الثاني. غزولة اليوم فايقة من الصبح مشان نروح للبحر. جاهزين يا حلوين؟ جاهزين. حناخذ اغراض معنا. اكيد يعني ناخذ اغراض البحر معنا. هي وصلنا البحر واخيرا. كثير متحمسة. يلا اركضي اركضي. لك تعي تعي استني استني. كوي شو بدلي ملابسك؟ لك تعي تعي بدلي لبسك بعدين روحي على البحر. لك وين رايحة فوران؟ يلا انا كثير متحمسة. لك اركضي اركضي على البحر. هي غزولة بدلت ملابسها، بس بالاول بدك تنفخ الدواليب. ها ما بتنزلي بلا دولاب. وهي غزولة بلشت تنفخ الدولاب. بس يا الله على حظنا الجو صار يمطر. شو رح نعمل نحن هيك؟ ما فينا نسبح. لك شو عم تعملوا هون؟ كم عم تنفخ دواليبكم؟ لك عندكم نفاخة عايرونا اياها. والله اتفخنا ونحن عم نفخ دواليبنا. خلص اوكي. هي عم تنفخ الدواليب بس للاسف شوفوا على حظنا الجو صار مطر كثير. الدنيا كم تمطرت. بس ما فينا نسبح نحن لحتى يهدى المطر. اوكي يا ماما والله برد. شوفوا يا مالي عمري شو مبسوط من قلبه ينزل على البحر ومبسوط في قلبي. يا فرحه ما تمت، كاني اليوم ما رح نسبح يا غزوله. لك شوفي المطر ما شاء الله، الدنيا كابسه مطر. ماك شايفه كيف لفه حالك وبردانه؟ ما فينا نسبح. سبحان الله نحن وصلنا البحر الدنيا كابسه. لك كانت الدنيا كثير شوق وحار. لك يلا غزوله روح بدي ملابسي خلينا نروح على البيت. لك ما فيكي تسبحي. لك شوفي المطر، لك صار عاصفة. يا الله على هالحظ سبحان الله. لك شوفي يا جاي شو صار. لك يا الله شوفي ما فينا نسبح. لك صار عاصفة، لك صار رعيد ومطر وكله سوا. عحظنا يا الله سبحان الله. يا الله يا ماما صار رعيد. لك لا تخافي لا تخافي. لك انت ليش عم تطالع راسك؟ وهي غزولة بدلت ملابسها عم تفس الدولاب والجو صحي. بس في هوا. فوت فوتي لجوا قبل ما تصحى الدنيا على السوا. فوتي
غزولة رجعت بدلت ملابسها وجت تركض على البحر. هي طلعت الشمس ووقف المطار. لك شوي شوي ها. برد. برد الماي؟ أكيد رح تكون باردة. كيف رح تكون؟ شو شكلك كأنك خايفة؟ ليش قاعدة هون على الشاطئ؟ فوتي جوا. لك هون في كثير وساخ. لك ليش هيك عجب صار وساخ؟ معقولة من المطار؟ ما بعرف. ياه لك انت شو جاي تعمل هون؟ كمان بدك تسبح مع غزولة؟ غزولة شو رأيك نسبح يمان معي؟ يلا تحت تحت ايدك. يلا يلا هات ايدك. يلا نزل نزل للبحر. ياه لك قدام قدام كمان. واو شو حلوة. لك هي يمان أول مرة بيجي للبحر. لك السنة الماضية جبناه بس كان كتير بابي صغير ما سبح. يلا يلا نزل يلا نزل نزل للبحر. يلا يلا هات ايدك. يلا تحت. يلا يلا تحت. يلا بركي بركي هون على الشاطئ جنب يمان. لك يا مونا نزل على البحر بملابسه. لك على اساس بطلنا نسبح. هي هديت العاصفه وطلع الشمس ودفى الجو ونزلنا نركض على البحر بس ما لحقنا نبدلنا يمان لانه رح نسبح شوي ونروح البيت. لك غزولة ما رح تطلعي حاجة بكفي نروح البيت؟ ما بدك تطلعي؟ طيب شوفي هون في ضفدع عم ميدان قد شوفي بتفوت للبحر. يلا اطلعي اطلعي اطلعي. شايفه كيف طالعتي؟ يلا غزولة خذي حالك من غير ما تبدلي ملابسك. المي باردة ما فيك يعني؟ لك كيف رح تبدلي ملابسك وكل كرمل؟ لك يلا يلا بدلي ملابسك هكا. يلا يلا على الحمام على الحمام تدوشي. غزولة ما تحممتي هناك لأنه كان برد خافت تتحمم لأنه كانت المي كتير باردة. وهي الحلوين تحمموا وهي يمونة هون راكب على التراكتور عايش أجواء الضيعة. تراكتور اسمه تراكتور؟ وهي غزولة كمان ركبت بالتراكتور وتتعيش أجواء الضيعة. ويلا وهون بيكون وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم فيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك. إذا ما عجبكم حطوا لنا ديسلايك. يلا باي.